علمتني معلمة اليوم البسملة. وما هي البسملة؟ البسملة هي أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن، ونقولها أيضا في مواقف كثيرة غير قراءة القرآن. مثل ماذا؟ عند الطعام. نعم، عند بدء الدراسة واللعب، بل عندما نبدأ أي شيء في حياتنا، فكل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أقطع. بسم الله.